نعم، تحية لكم زملاء في استديوهات الإخبارية السورية، تحية الحب والوفاء، تحية الانتصارات لكل الأمهات وخاصة أمهات الجيش العربي السوري وأمهات الشهداء في سوريا الذين قدموا أغلى ما يملكون فداء للوطن والعرض. نتواجد اليوم في أحد المنازل وأحدى العائلات السوريات الذين قدمنا 3 شهداء فداء للوطن والعرض، يعني وكما ستشاهدون بعدسة الإخبارية السورية يعني قامت هذه العائلة وأم الشهداء بالاحتفاظ ببعض مقتنيات الشهداء لتعبر عن رمزية هؤلاء الشهداء، كما ستشاهدون يعني بدلة الجيش العربي السوري وأيضا صور خاصة بعناصر الجيش العربي السوري وصور خاصة بالشهداء، إضافة إلى مقتنيات أخرى والعلم السوري الذي يعني يجمل هذه اللوحات كتعبير عن المحبة، كتعبير عن الإيمان بهؤلاء الشهداء الذين قدموا فداء للوطن والعرض. إذن كما ذكرت هي عائلة قدمت 3 شهداء، سألتقي مع أم هؤلاء الشهداء 3 التي يعني أعطتنا دروس في التضحية، أعطتنا دروس في الإيمان، ويعني اكتسبنا من خلال هذه الصورة التي رأيناها اليوم في هذا المنزل في ريف حلب حقيقة صورة تعبر عن الإيمان. تحية لك خالة، كل عام وأنت بخير وكل الأمهات بألف خير. وأنت بألف خير إن شاء الله، الله يخلي أمة الشهداء جميعا إن شاء الله. خالة كل عام وأنت بخير، مرة تانية بقول لك يعني أنت كأم شهيد قدمتي 3 شهداء فداء للوطن وللعرض، ما كان عندك أي تردد بتقديم بعد ما استشهد أول شهيد والثاني قدمتي الثالث، وهلأ عندك يعني أحد الأخوتون كمثل ما عرفت أنه هو عنصر في الجيش العربي السوري وجاهز لتقديمه، شو بتحكي لنا شو شعورك بهذا اليوم أنت أم 3 شهداء قدموا فداء للوطن لتبقى سوريا ولتصل إلى هذه الساعة التي نحن نتواجد فيها الآن؟ نعم الحمد لله، أنا فخورة بأبنائي اللي قدمت الشهداء، قدمت الشهيد الأول الشهيد عمار، ثانيا الشهيد يوسف، ثالثا الشهيد مصطفى، وكنت أنا يعني أول من دفع أولادي إلى القتال وإلى الجبهات. إيه والحمد لله استشهد أول واحد، وما كنت أنا أبدا مترددين أبعث الثاني والثالث، لأنه نحن لازم نبعث أولادنا ندافع على الوطن وعن الأرض ونحافظ على بلدنا وعلى كرامتنا. يعني خالي 3 شهداء، استشهد الأول، استشهد الثاني، واستشهد الثالث، ومع هيك أنت ظليتي على هذا النهج وهذا الطريق وقدمتي يعني ابنك الرابع حاليا بالجيش العربي السوري مثل ما ذكرنا، يعني وانت على نفس الخط والنهج، وهذا الكلام اللي سمعناه منك ما بيزيدنا الا صبر يعني ومحبه. شو رسالتك بهذا اليوم عيد الام لامهات الشهداء وامهات عناصر الجيش العربي السوري المنتشرين على الجبهات حاليا؟ الله يحمي جميع الجيش العربي السوري، جميع افراد الجيش العربي السوري، ويصبر الأمهات جميعا، وهن يفتخروا بأبنائهم لأنه هن دافعوا عن الوطن وقدموا أغلى ما يملكون دفاعا عن الوطن، ولولا دماءهم ما انتصرت سوريا، وهن إن شاء الله يكونوا من الصابرين يا رب. خالي سؤال أخير بس، وقت اللي كان تخبري أنه صار شهيد استشهد أحد أبنائك بعد الأول والثاني، شو كان يصيبك شعور بهذا اليوم؟ يعني وأنت صرتي أم، كنتي أم شهيد، صرتي أم شهيدين، صرتي أم 3 شهداء، يعني هذه صورة يخلدها التاريخ وستبقى خالدة في أذهان السوريين جميعهم، أنتم الأمهات الذين قدمنا يعني أغلى ما تملكون فداء لهذا الوطن. الحمد لله لنا الفخر، أنا الفخر أن نقدم الشهداء، وأنا كل ما استشهد شهيد أكيد يعني تزعل وتضايق شوي، ولكن يعطيه قوة، يعطيني إياه قوة أكثر. أنا استشهد الثاني قويت أكثر، استشهد الثالث صرت أنا قوي وصلبي أكثر، وولادي هاي ابني علي هلأ كمان هو في صفوف الجيش العربي السوري، ومستعدين نحن نبعد أبعد كل أولادي دافعوا عن الوطن وعن الأرض، ونكون إن شاء الله من المنتصرين. يعطيك ألف عافية خالي وكل عام وأنت بخير، عبك منوجه تحية يعني ملؤها الخير، وكل عام لكل
عناصر الجيش العربي السوري، هي رسالة يعني من أحد المنازل، يعني كما سمعتم زملاء في استوديوهات الإخبارية السورية، هذا الإصرار وهذا الإيمان يعني بمحبة الأرض السورية. هم أيقنوا هؤلاء الأمهات بأن الوطن يحتاج إلى الدم القاني، لا الشعارات فقط، ولكن يعني آمنوا بأن الوطن يحتاج إلى هذه التضحيات، فقدموا أولادهم فداء للوطن والأرض. هذه يعني عائلة وتمثل حالة من مئات وآلاف العائلات في سوريا، قدمت أبنائها فداء للوطن والأرض ليبقى الوطن عزيزا صامدا. نفتخر بأمثالهم، لا شك. هي تحية الخير وتحية النصر لكل الأمهات في عيد الأم، وكل عام وأنتم جميعا بألف خير. عودة إليكم زملاء في استديوهات الإخبارية السورية.